مشاركته بالاحتفالات المخلدة للعيد الوطني لكوريا الديمقراطية الشعبية في قمة بيجين 2018 لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي. الرئيس الدوري للجنة الدائمة المشتركة لمكافحة التصحر في الساحل يحث على ضرورة الحفاظ على النظم الإيكولوجية الرئيسية لمصادر دول الساحل. المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد مقتل 21 من المقاتلين الموالين للحكومة السورية في كمين ببلدة تلول الصفا بمحافظة السويداء. مرحبا بكم. عاد رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز إلى نواكشوط مساء أمس قادما من بيونغ يانغ عاصمة كوريا الديمقراطية الشعبية بعد المشاركة في الاحتفالات المخلدة للعيد الوطني لكوريا الشمالي. كان رئيس الجمهورية قد شارك قبل ذلك في الصين بجمهورية الصين الشعبية في قمة بيجين 2018 لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي. واستقبل رئيس الجمهورية بمطار نواكشوط الدولي المتونسي من قبل وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمد ول عبد الله عدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية. ورافقت رئيس الجمهورية في هذا السفر السيدة الأولى مريم بنت أحمد الملقبة تكبر ووفد هام ضم على الخصوص السادة إسماعيل ول الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المختار اللجاي وزير الاقتصاد والمالية أحمد ول باهية مدير ديوان رئيس الجمهورية زيدان ول حميدة مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية أبو بكر أحمد مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية محمد زين العابدين ول الشيخ أحمد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين الحسن ول أحمد المدير العام لتشريفات الدولة. وكان رئيس الجمهورية سيد محمد ول عبد العزيز قد شارك في قمة بيجين 2018 لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي وكذا الاحتفالات المخلدة للعيد الوطني لكوريا الديمقراطية الشعبية. ملخص لهذه الزيارة مع موفد قناة الموريتانية محمد تقي الله الأدهم. في قصر الشعب بالعاصمة الصينية أجرى رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، تطرقت لواقعه وسبل دفع التعاون بين البلدين وتوجت بالتوقيع على اتفاقيتين. وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما لتقدم الشراكة الصينية الإفريقية من خلال تنفيذ مشاريع جادة تعود بالنفع العميم على الطرفين. وعلى منبر الحوار رفيع المستوى بين قادة الصين وإفريقيا من جهة وممثلي عالمي الصناعة والتجارة من جهة أخرى وباسم دول شمال إفريقيا، أكد رئيس الجمهورية خصوصية موقع المنطقة وارتباطها بأهم الممرات البحرية المتمثلة في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، فضلا عن احتضانها للموارد الطبيعية الجاذبة كالطاقة والمعادن والزراعة والصيد البحري والثروة الحيوانية والسياحة. وقال رئيس الجمهورية إن إطلاق مبادرة الحزام والطريق ودخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ خطوتان هامتان سترفعان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة ليصل إلى 4% قبل نهاية سنة 19 بعد 2000. وبعيد انطلاق أعمال الحوار اتجهت الأنظار إلى افتتاح القمة الصينية الإفريقية، وهنا أعطى الرئيس شي جين بينغ حيزا كبيرا من خطابه للحديث عن مزايا مبادرة الحزام والطريق مستلهما خلفيتها التاريخية المتمثلة في ارتباط الشعوب الواقعة على طريق الحرير. خطب الرؤساء الأفارقة باركت الخطوة ورفضت التشكيك في جدوائيته ونشاعة التعاون الإفريقي الصيني، معربة عن الاستعداد التام للمضي قدما في سبيل التجذير وتفعيل الشراكة خدمة لمصالح الطرفين وإسهاما في استقرار وأمان العالم برمته. وعلى هامش القمة انتظمت طاولة مستديرة خصصت لبحث آفاق التعاون الإفريقي الصيني وشكلت سانحة لتقديم الحصيلة واستشراف المستقبل والإعلان عن تقديم تمويلات صينية معتبرة في مجالات حيوية عديدة. أسدل الستار على أعمال القمة وبدأت محطات زيارة رئيس الجمهورية لبعض المدن الصينية، في البدء إقليم خوباي وهذا متحفه الأصيل حافظ أسراره وكنوزه
وأداة انفتاحه على الآخر أخلا وعطاء وتأثرا وتأثيرا، وإلى مدينة ووخان لمعاينة مقر مؤسسة ووشانغ لبناء وصناعة السفن، حيث توضع اللمسات الأخيرة على صناعة السفينة الموريتانية النملان. وعلى مقربة منها يتلقى طاقم من البحرية الوطنية تكوينه النظري والتطبيقي في ورشات الشركة. ولنتجه إلى مدينة فوجو وزيارة مقر هوندونغ الشركة الصينية للصيد العاملة حاليا في عاصمتنا الاقتصادية. الزيارة تضمنت شروحا لواقع سوق الشركة وتبيانا لآفاق ومرتكزات عملها في المستقبل المنظور. وفي مدينة شيامن زار رئيس الجمهورية أجنحة معرض المدينة قبل حضور افتتاح المعرض الدولي للاستثمار والتجارة في الصين. رئيس الجمهورية شكر منظمي هذا المحفل الاقتصادي الكبير الذي يجسد بوضوح انفتاح الصين وإسهامها الواضح في تطوير التجارة العالمية وتنقية أجواء الاستثمار، ولفت انتباه المشاركين إلى موقع موريتانيا ومكانتها وخصوصيتها من حيث التعدد والتنوع والثراء، وهذا ما يؤهلها، يضيف رئيس الجمهورية، لتكون وجهة مفضلة للمستثمرين في ظل التحولات العميقة التي شهدتها مختلف أوجه الحياة بالبلاد منذ سنة 90 بعد 2000، والتي وضعت حدا لخطر الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة وبسطت جو الأمان والسكينة والاستقرار، كما عرفت البلاد تنفيذ إصلاحات اقتصادية مكنت من وضع أسس مقاربة تنموية تضع في الحسبان عديد الخيارات وتفتح الباب بمصراعيه أمام المستثمرين في مجالات واعدة كالصيد والزراعة والصناعة الغذائية والمعادن والسياحة، في وقت تعززت فيه آفاق التنمية بفضل اكتشاف كميات معتبرة من الغاز. ودعا رئيس الجمهورية كافة المستثمرين إلى الاستفادة من هذا الفضاء الغني والمتنوع والآمن. وفي كل محطات الزيارة حرص رئيس الجمهورية على تبادل الأفكار وبسط الملاحظات مع الشخصيات السياسية والإدارية بالأقاليم والمدن المزورة بجمهورية الصين الشعبية. وإلى بيونغيانغ عاصمة كوريا الديمقراطية الشعبية المخلدة لمرور 70 عاما على ذكرى تأسيسها. أبرز التظاهرات المحتفية بالحدث عرض عسكري كبير بميدان كيم إل سونغ، وحدث راجلة وأخرى محمولة، وحضور لافت لمختلف الهيئات والتنظيمات المدنية. تحتفل الدول الأعضاء في اللجنة الدائمة المشتركة لمحاربة التصحر في الساحل يوم غد 12 من شهر سبتمبر الجاري بالذكرى 33 للسلس تحت شعار أهمية المنتجات غير الخشبية للغابات في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وسائل معيشية للأسر الضعيفة في مناطق الساحل وغرب إفريقيا. وبهذه المناسبة وجه صاحب الفخامة السيد روش مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو الرئيس الدوري للجنة الدائمة المشتركة لمكافحة التصحر في الساحل خطابا دعا فيه إلى ضمان الحفاظ على النظم الإيكولوجية الرئيسية لمصادر دول الساحل غير من المنتجات غير الخشبية للغابات. وقال في هذا الصدد إن اختيار هذا الشعار هو جزء من الرغبة الواضحة في ترويج هذه المنتجات الطبيعية وتحفيز ديناميكية إقليمية في إنتاجها وتجهيزها وتسويقها، وهذا يتطلب بالضرورة تنفيذ سياسات قوية للحفاظ على الطبيعة. وأشار الرئيس الدوري للجنة الدائمة المشتركة لمكافحة التصحر في الساحل إلى الدور المحوري للمنتجات الغابوية غير الخشبية في النظام الغذائي والعادات الغذائية للأشخاص في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. ودعا الرئيس الدوري والشركاء الفنيين والماليين التابعين للسلس إلى مواصلة دعم المنظمة والدول الأعضاء في هذه الديناميكية الجديدة. أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مقاييس المطر سجلت تساقط كميات متفاوتة خلال 24 ساعة الماضية، وذلك على النحو التالي. We'll be right back.
ومن أنشطة الأحزاب السياسية في هذه النشرة، عقد رئيس حزب اللقاء الديمقراطي الوطني الأستاذ محفوظ البتاح مساء أمس بمقر الحزب مؤتمرا صحفيا قدم خلاله أبرز الملاحظات التي خرج بها حزب اللقاء بعد فرز نتائج الشوط الأول من الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية التي شهدتها البلاد فاتحة سبتمبر الجاري. وتحدث رئيس حزب اللقاء الديمقراطي الوطني عن مشاركة حزبه بهذه الاستحقاقات مبينا موقف الحزب من بعض النتائج، مؤكدا عزم اللقاء على مواصلة مساره السياسي حتى يحقق النجاحات المرجوة. عقدت بعثة المراقبين الأفارقة الذين واكبوا عمليات الاستحقاقات الأخيرة في بلادنا زوال أمس نقطة صحفية قدموا خلالها تقييما لسير عمليات الاقتراع في شوطها الأول. نوهت البعثة بجو الديمقراطية والشفافية التي ميزت هذه الانتخابات التي قالوا إنها هي الأولى من نوعها التي تشهد فيها موريتانيا اقتراعا لخمس استحقاقات في يوم واحد. وهنأوا بالمناسبة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على الجاهزية والاستعداد اللذين انعكس إيجابا على نتائج الشوط الأول. وقد شارك في هذا المؤتمر مراقبون وطنيون من شبكة شامل المهتمة برقابة الانتخابات في موريتانيا. وإلى شمالي البلاد، حيث شهدت ولاية تير الزمور خلال الفترة الأخيرة إنجاز شبكات طرقية مكنت من ربط هذه الولاية الحدودية بولاية آدرار من خلال إنجاز طريق معبد مكن من فك العزلة عن العديد من المناطق الواقعة على محور الطريق. كما حظيت العاصمة الولاية بإنجاز العديد من الطرق المعبدة داخل المدينة مكنت من ربط أحيائها النائية بشبكة الطرق الرئيسية. يشكل هذه الطريق الرابطة بين أطار ومدينة زولات إحدى أهم دعائم التنمية الاقتصادية في ولاية تير الزمور، بفعل تأثيرها المباشر في الحركة الاقتصادية بالولاية ودورها في فك العزلة عن عدد من مدنها بعد أن ظلت إلى الأمس القريب معزولة عن باقي أنحاء البلاد. مدينة فدرك إحدى مدن الولاية التي استفادت بشكل مباشر من إنجاز هذه الطريق التي ظلت مطلبا اساسيا لسكان الولايه طيله عقود من الزمن. الطريق فديرك حاسين عندنا ولا خارج حاسين عندنا منها. اسمع، والطريق ما كانت خالد وعدلت وعادل زين. عندنا طال نقبوه باربع سواد وشي كامل وعدل الوطن عندنا زين ونبقوه وحاسين عندنا. دير الزمور كامل ولايه فديرك بالاخص ما جبرش في كيفت. كنا هنا تياها يمشي واحد منا مسافر. يطيح كله به ترصاف الوتات وفوقت اسبوع وقيله فوقت اسبوعين ولا جعنا رجال يموت في التورس ما اجبر حد يصيف له يوصل به. طريق عندنا الحمد لله لا وجع رجال اهل سوي اربع سوي مبلقين بالطب. واذا كان السكان في ديرك قد عبروا عن سعادة بهذا الانجاز الوطني الهام، فان وقعه كان اكثر تاثيرا على سكان عاصمة الولاية التي لم يشفع لها خلال الانظمة المتعاقبة ما تسخر به من احتياطات منجمية معتبرة. هذه الطريق اللي جات للزوارات الحقيقة لولاها الزوارات قاع ما كانت في موريتانيا. زوارات المدينة الوحيدة اللي كانت في عزلة، وفي الوقت اللي الزوارات تصدر ملايين الدولارات من 1960 إلين جاء هذا النظام من حكمته اللي عدل موريتانيا كامل ورشة، قال عن الزوارات انه ما هو قابل انها تعود في التمثيل العزل الذي هي، وعدل هذا قدرون جزاه الله خيرا. وهذا لا يقل اهميه عن ياسر ثاني عدلوا هوناتي، كيف قضيه المياه، كيف قضيه السكن، وكيف قضيه الطب، وكيف. ومن اجل ضمان استيابيه الحركه في المدينه عملت السلطات العموميه على انجاز شبكه من الطرق المعبده داخل مدينه زورات مدعومه بالارصفه زينت بالاشجار والاعمده الكهربائيه المستورده في لمسه جماليه تضفي للمدينه منظرا اخاذا. هاي شبكه الطريق اللي عدت في زورات شبكه نوعيه في انجازاتها، الطريقه اللي عدت بها طريقه زينه. كان عندنا مشاكل نعانوا منهم احنا المواطنين هون، السيارات دائما عندهم مشاكل في المطبات في الشوارع كان مستواهم ضعيف حتى، وذلك عدلت شبكه طرقيه زينه ان شاء الله.
على مستوى الولاية المقاطعة كاملة ما شاء الله تقدر تمشي فيها كامل، ما قضيت عن الطريق، الطريق زينة وملي على المستوى ومعاييرها معايير دولية ما شاء الله. بالنسبة لمدينة الزوارات الحمد لله وعادوا لها قدروات زينين وعادت متطورة وعادوا قدرواتها زينين والحمد لله، هذا إنجاز زين وإحنا زين عندنا راجعين يخلق ياسر من التقدم. وينضاف تشييد هذه الطرق إلى إنجازات أخرى استفادت منها ولاية تير زمور، شملت عدة جوانب من بينها توفير المياه والكهرباء والصحة والتعليم وإقامة البنى التحتية ودعم المساجد والمحاضر. الآن إلى وقفتنا الاقتصادية التي يصحبنا فيها محمد والبلال. مرحبا محمد. مشاهدينا الكرام نلتقي بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد، ونبدأ نشرة الاقتصادية بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. تشهد مجالات التجارة الثنائية بين روسيا والصين تطورا ملحوظا يرجعه بعض الباحثين الاقتصاديين في روسيا إلى متانة العلاقات السياسية بين البلدين ومبادرة الحزام والطريق، وتحظى المنتجات الروسية بشعبية متزايدة بين المواطنين الصينيين حيث يعتقد أنها أكثر صداقة للبيئة وذات نوعية جيدة وأسعار مناسبة، ويعتبر افتتاح خط الشحن بين الصين وأوروبا فاتحة جديدة لتسهيل نقل البضائع داخل الصين وخفض تكلفة الشحن. ارتفع حجم التجارة الخارجية الصينية في البضائع بنسبة 9.1% على أساس سنوي لتصل إلى 19.43 تريليون إيوان في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مما يشير إلى الأداء المستقل لنمو التجارة الخارجية الصينية حسب ما أظهرت بيانات الإدارة العامة الصينية للجمارك، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 5.4% تريليون دولار أمريكي، كما زادت الواردات بنسبة 13.7% مما أدى إلى فائض تجاري قدره 1.25 تريليون إيوان، وقد ارتفعت الصادرات خلال شهر أغسطس بنسبة 7.9%، وأظهرت البيانات أن التجارة مع جنوب إفريقيا ومصر والدول الإفريقية الأخرى شهدت نموا سريعا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بارتفاع بلغ 13%. فيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. النشرة الاقتصادية عودة للزميل أحمد الحسن وما تبقى من النشرة. إليك أحمد. أهلا بكم من جديد. يعتبر المركز الفني لردم النفايات في مدينة واديبو الذي تم إنشاؤه عام 2005 المكان الوحيد الذي تتم به عمليات تفريغ ومعالجة الأوساخ والنفايات بشقيها الصلب والصناعي، وقد شهد المركز عمليات استصلاح وتأهيل ليواكب الجهود المبذولة من قبل سلطة منطقة واديب الحرة في نظافة هذه المدينة. تبدو معالجة القمامة والنفايات المنزلية والصناعية وتفريغها إحدى التحديات التي تواجه عمليات النظافة التي تتولاها شركات وطنية خصوصية منذ أن تكفلت بها سلطة منطقة واديب الحرة 2013. أي الشركات الوطنية المعتمدة عليها سلطة منطقة واديب الحرة بدت بتجربة بسيطة وتطورت شيئا فشيئا لنعاد الحمد لله مسيطرة على النظافة، مجهود أولا القائمين على الشرائك، ثانيا بالرقابة المشددة من طرف سلطة المواذيب الحرة، لأن السلطة عندها مراقب عام على كل شركة وعندها منسق عام على الشرائك الخمس اللي عاملة في نطاق الشرائك الأربعة اللي عندها المناطق الخمسة في المواذيب. ويعد مركز طمر النفايات الواقع جنوب غرب المدينة هو المكان الذي تتجه إليه الشاحنات وسيارات الصهاريج المحملة بالأوساخ الصلبة والسائلة،
ويضم المركز الفني الذي يعود إنشاؤه إلى 2005 منطقتين، إحداهما لتفريغ القمامة بمختلف أنواعها، والثانية عبارة عن تجهيزات ومكاتب لفرق استقبال القمامة. ووسط هذا المركز الذي يمتد على مسافة 20 هكتارا توجد خدود وحفر، حيث يباشر العمال هنا عملية تفريغ النفايات السائلة والصلبة ووضعها في الخدود والحفر المعدة لذلك. هذا ويستقبل المركز الفني لردم النفايات يوميا حمولة 17 شاحنة، تقدر حمولة الواحدة منها 20 طنا، وهو ما يضاعف من دوره في عملية تدوير الأوساخ والنفايات. من الأنباء الدورية في هذه النشرة، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 21 على الأقل من المقاتلين الموالين للحكومة السورية قتلوا في كمين نصبه تنظيم الدولة في بلدة تلول الصبا بمحافظة السويداء جنوب غربي البلاد. وقالت وسائل الإعلام الحكومية السورية إن اشتباكات عنيفة دارت في المنطقة، وإن القوات الجوية والمدفعية الحكومية قصفت معاقل تنظيم الدولة، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وكان مسلح جبل الزاوية قد أطلقوا أيضا العديد من القذائف على منطقة جورين والبحصة في ريف حماة، التي عانت بشكل دائم بسبب قربها من جبل الزاوية في ريف إدلب. في وقفة الرياضة تصحبون محمد والحسن. مرحبا محمد. شكرا محمد، ونلتقي بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مجددا، وكل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1440، عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة. ونبدأ نشرتنا الرياضية بأخبار المنتخبات الوطنية، حيث يجري المنتخب الوطني للناشئين أقل من 17 عاما في هذه اللحظات مباراة هامة أمام نظيره منتخب جزر الرأس الأخضر، وذلك في ملعب ناكاندو جوف بالعاصمة السنغالية دكار، حساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في البطولة التأهيلية الخاصة بالمنطقة ألف لدول غرب إفريقيا، والتي سيتأهل المتوج بها رفقة الوصيف لنهائيات كأس إفريقيا للأمم للاعبين أقل من 17 عاما السنة القادمة. وقد تعرف المباراة حتى الآن تعادلا إيجابيا بين المنتخبين، وذلك بنتيجة هدف لمثله. افتتح منتخب الكاب فير باب التهديف الدقيقة 54 قبل أن يتمكن المنتخب الوطني من تعديل النتيجة في الدقيقة 63 عن طريق اللاعب البديل محمد يحيى التيجاني. تعد هذه المباراة مصيرية بالنسبة للمنتخب الوطني، خاصة بعد خسارته في لقائه الأول أمام منتخب غينيا كوناكري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. أعلن عميد أندية كرة القدم الوطنية فريق الإكسار عن تعاقده مع المدرب التوغولي دوسكو نيكانا، ولم تفصح إدارة النادي عن القيمة المالية لهذا العقد. وجاء تعاقد الفريق مع المدرب التوغولي الذي لم يخض تجربة بالدوري الوطني بعد فشل الفريق خلال الموسم الماضي في الوصول إلى مراكز متقدمة من ترتيب البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم. غادر منذ ساعة من الآن المنتخب الوطني لكرة الحديدية متجها إلى كندا، وذلك من أجل المشاركة في منافسات كأس العالم للكرة الحديدية التي تستضيفها كندا إلى غاية 18 من الشهر الجاري. قد تمكنت 10 منتخبات إفريقية من الوصول إلى نهائيات هذه الكأس العالمية، حيث أجرى المنتخب الوطني معسكرا إعداديا بالسنغال قبل المغادرة إلى كندا لتمثيل موريتانيا في هذه الكأس العالمية التي حصلت على ميدالياتها البرونزية في العام 2010. نظمت الاتحادية الموريتانية للكينغ فو بالعاصمة حفلا لتكريم عدد من ممارسي هذه الرياضة النبيلة في بلادنا،
وقد شمل التكريم بعض المتفوقين في المسابقات الوطنية على مستوى البكالوريا وشهادة ختم الدروس الإعدادية. تقرير في الموضوع. عروض متنوعة، اللوحات الفنية ثرية المضامين مختلفة الأساليب، تشي وتنبئ عن القدرات الفنية العالية لمؤديها، وذلك ضمن فعاليات الحفل التكريمي المنظم من طرف الجمعية الثقافية والرياضية لممارسة الكونغ فو ووشو بالتعاون مع الاتحادية الموريتانية للكونغ فو ووشو. الحفل عرف حضور عدد من فرق وأندية هذه الرياضة القتالية النبيلة المتواجدة على مستوى العاصمة نواكشوط. وزارة الشباب والرياضة كالعادة تشجع جميع المبادرات التي يعني من بطبيعتها أن تشجع الرياضة الموريتانية بصفة عامة والرياضة يعني الفنون القتالية بصفة خاصة. ولذا أعلن على بركة الله انطلاقة رسمية لهذه التظاهرة باسم وزارة الشباب والرياضة. التظاهرة تشكل لفتة كريمة من طرف الاتحادية الموريتانية لكينغ فو ووشو نحو المتميزين من ممارسي هذه الرياضة ذي كافة المستويات التعليمية. هذه هي التظاهرة الرياضية تشمل منافسات وتشمل أيضا تكريم لبعض الطلاب الحاصلين على البكالوريا والتعليم الأساسي، أي الطلابنا الذين هم لاعبين وأيضا حصلوا على شهادات من الامتحانات الوطنية. هذا دليل على أن الرياضة أساس التنمية. ختام هذا الحفل التكريمي تميز بتقديم شهادات تقديرية وجوائز تكريمية لعدد من لاعبي وممارسي رياضة الكونغ فو ووشو الذين نالوا على الرتب خلال الموسم الدراسي المنقضي في كافة المسابقات الوطنية خاصة البكالوريا وختم الدروس الإعدادية ودخول السنة الأولى إعدادية، إضافة إلى تكريم بعض اللاعبين الذين تمكنوا من النجاح في اختبارات تجاوز الأحزمة التي تنظمها الاتحادية كل 6 أشهر. وبهذا التقرير لزميل عبد الحميد السالم نختتم نشرتنا الرياضية. أشكركم على حسن المتابعة وعودة إلى الزميل أحمد الحسن وبقية النشرة. بالتزامن مع موسم الخريف شهدت العاصمة خلال الأيام الماضية تساقطات مطرية معتبرة، وللحد من الآثار السلبية للمستنقعات والبرك التي تصاحب عادة هذا الموسم أطلقت السلطات المختصة مشروعا واسعا للصرف الصحي دخل مراحله النهائية. ملف نشرة يسلط الضوء على هذا الموضوع. اختناقات مرورية وبرك ومستنقعات مائية تشكل ملامح بارزة لبعض شوارع العاصمة نواكشوط بعد تساقطات مطرية متفاوتة شهدتها مقاطعة ولاية نواكشوط الثلاث. شهدت العاصمة كميات من الأمطار معتبرة تراوحت ما بين 22 إلى 35 على عموم مقاطعات العاصمة نواكشوط. طبعا هذه الأمطار كانت مصحوبة في بدايتها برياح قوية نسبيا مما قد يؤثر طبعا على حصيلة المطر، ونتوقع بحول الله تعالى أن تشهد العاصمة ظروف مواتية لتساقطات مطرية. تساقطات مطرية تؤرق ساكنة